مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء مستمعونا الافاضل جدد اللقاء بكم مره اخرى مع هذه الانطلاقات وهذه التحديات الحاضره في هذا الصباح. ينطلق في هذه الاثناء شوطنا السادس عشر والمخصص القعدان لسن الحجايق اشعارات ابناء القبائل الحاضره في هذه الاندفاعه والحاضره من اجل الظفر باحد اشواط هذا الصباح. نتابع البدايه ونرصد المركز الاول هنا الحاضره والقادمه في هذه اللحظات. هنا الحساس مطرب محمد راد الخيال الطنيجي من يدفع بهذا الاسم بالمركز الاول ولكن يغير في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقه بالراقص سليمان من عبر الشطيط وسالم الويبي ياتي مع المركز الاول يغير الامور. المركز الثاني الحاضر والقادم متابعون الاعزاء هنا الحساس المطرب محمد رادة خيال الطنيجي ياتي مع المركز الثاني والثالث هناك شوان عبد الله بن سالم خلفان الراشدي ياتي مع المركز الثالث والرابع تدخل في هذه اللحظات مناور علي بن محمد لسعيد الخاطر ياتي مع المركز الرابع وخامسا من الجانب الاخر القدوم في هذه اللحظات ومع هذه الاسماء وهذه الشعارات الحاضرة والباحثة عن الناموس وعن الانتصار. أعود إلى المقدمة أعود إلى دائرة الصراع دائما في جميع الانطلاقات وجميع المنافسات القوية تأتي هنا في هذه اللحظات لتنطلق بهذا الأداء الجميل ولا زالت الصدارة مع الوهيبي يقدم براق سليمان بن علي بن شطيط وسالم الوهيبي من يدفع بهذا الاسم بالمركز الاول ولكن حذاري من الاسم القاتم ربما يقتحم الصداره في اي لحظه. هنا مع هذه الاندفاعات القادمه والحاضر هنا شوان عبد الله بن سالم بن خلفان الراشدي ياتي مع المركز الثالث ورابعا من الجانب الاخر هناك شوف التسلل عزيز المتابع عبر قناه الوسطى من الزيت الناقله لهذه الاحداث الترافيه الناقلة لهذه المميزات الجميلة هنا بهذه الانطلاقات هناك من الزاوية الصعبة شوف الاسم الذي بدأ يتسلل وهنا القادمة ايضا في هذه اللحظات مستحيل طالب بن علي بن سالم بن علي محير ياتي مع المركز الثالث ورابعا وصلت في هذه الانطلاقة في هذه اللحظات تدخل متابعون الاعزاء القادم من هي محمد بن احمد السعيد بن حلوة الله يا بن حلوة بن حلوة حاضرا دخلنا الغلاف الجوي غير في هذه اللحظات بن حلوة يا بن حلوة اهالي الطي حاضرين اهالي الطي قادمين بهذه الاندفاعة الكيلو الاخيرة الكيلو الخطير جولة الاوامر وجولة حركات التكتيكات والابداعات والمهارات والسرعة الفائقة حرك اللي بتحرك يلي تبى الناموس يلي تبى الانتصار روحت الاسماء روحت الاسماء روح من حلو روح روح من حلو ولكن الصداره هنا متابعون الاعزاء مع من حلو لا زال يجر هذه الاسماء والقادمه ايضا هنا في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقه هنا هملوله يعقوب بن محمد بن حميد بن محمد الصريدي وصل وصل الصريدي ووصلت صاحبة الشوط هنا بهذه الانطلاقة هنا بهذا الأداء الجميل ليأتي الصريدي ليقدم هذه النوعية الفريدة ليقدم هذا الاسم الجميل ليأتي بهذه الانطلاقة ليأتي بهذا الانفراد هنا مع هذا الأداء الجميل ولكن حذاري من الاسم القادم ولكن الصريدي صامدا الصريدي هملول هملول يقدم بهذه الانطلاقة ويأتي بهذا الانفراد هنا الصريدي من يكون حاضرا بهذا الأداء الجميل سلام يا الصريدي سلام سلام هملول سلام تهانينا والناموسي مالك هذا الشعار المركز الثاني كان وصوله
متابعون الاعزاء من حل ثانيا بهذه الانطلاقه هناك الظبي محمود بن حمد بن حمدان الويبي والمركز الثالث كان وصول بحر علي بن عبيد الضاعن بن غنيم الاكتبي ورابعا كان وصول متابعون الاعزاء منهي لمحمد بن احمد الاسعيد بن حلوه الاكتبي وخامسا كان حاضرا متابعون الاعزاء براك سليمان بن علي بن شطيط وسالم الوهيبي هكذا هي النتيجه متابعون الاعزاء التوقيت الزمني ننتظر اربع دقائق بلا شك خمسة ثانية جزئين من الثانية والتوقيت اللي تسجل تحت اقدام متابعون الاعزاء هملول بشعار الصريدي من فرض السيطرة لياتي بهذه النوعيات وهذه الاسماء عقوب بن حميد بن محمد الصريدي وسلام الصريدي سلام تهانينا والناموس ابشروا يا اهل الهينا الاصايل عزم الايات سمحات القباضي عيد هيات نتلاعب بنايل طفرن يشبهن ولد الغزالي ليلهن عايس بقرا اسمه دلايل من قبل عصر ابو زيد الهلالي لحظه بمجموع القبايل ياخذن حقهن اول وتالي جهزوهن الى شوط الاوايل وادفعوهن مدام الشوط غالي ما يهم المدال لو كان طايل يكسر انتم لولا الدرب طالي ميلوا عقلكم يا اهل اليمايل ويولوا بكاسكم في الاحتفالي يعل تسكيك الوسطى مخايل دار الشيخ نجود نادر مثالي عادل الكف يوم الوزن مايل شيخنا القاسم يذرب الخصالي يعل تسكيك الوسطى مخايل